السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه دقيقه جدا 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 لمواليد برج الجوزاء على جميع الاصعده لشهر نوفمبر، شهر الخير، وان شاء الله باذن الله يكون عندك خير وعندك انطلاقه جديده. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. طبعا زي ما انتم عارفين القراءه بالتدريج، بنبدا بالحمل دور الجوزاء الاسد، بناخد الابراج برج برج. فبالنسبه للناس اللي بتسال على ابراج فهي اكيد موجوده على القناه. فنشوف دلوقتي مع بعض برج الجوزاء الفتره القادمه. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. برج الجوزاء، حيران الجوزاء وعنده علامات استفهام. برج الجوزاء، اول حاجه يا برج الجوزاء، انت هنا عندك طاقه حمل كبير جدا جدا، يعني انت شايل حمل كبير او شايل مسؤوليه كبيره او عليك ضغط من كل الاتجاهات او من كل الاصعده. عايز اقول لك ان اول ما هتدخل شهر نوفمبر هتلاقي عندك بعض التغيرات. هنا قلبك مكسور من حد معين، مطعون كذا طعنه. انت يا برج الجوزاء اتطعنت اكتر من طعنه، يعني مش طعنه واحده بس، اتطعنت من كل الناس اللي دخلت حياتك. مش هقول لك علاقاتك كتير، بس دايما عندك فشل في علاقاتك، مفيش استكمال في اي موضوع. وده ليه؟ ده بسبب ان انت بتلاقي الطرف الثاني بيهمل. بس عايز اقول لك ان الشريك مستني منك مكالمه، مستني منك رجوع، مستني، هو مستني منك انت، هو عايز يرجع بس مستني تيجي منك انت، مش عايز ان هو اللي يقرب، ان هو اللي يجي، ولا ان هو اللي يعمل اي حاجة. عندك هنا كمان يا برج الجوزاء جرح كبير جدا، والجرح ده عميق لدرجة ان انت مش عارف تعمل ايه بسبب الجرح ده. حس ان انت بتتألم ومش عارف تبين ألمك، يعني حس ان كل اللي حواليك محدش حبيب لك الراحة ولا حبيب لك الخير. كان عندك علاقة هنا مع برج الثور واتظلمت منه، او ظلمك، كسرك، اخد منك اعز ما تملك، الله اعلم. بس برج الثور وقع عليك ظلم كبير، يعني راجل الثور ظلمك يا فتاة الجوزاء، راجل الثور ظلمك يا فتاة الجوزاء. شايفة كمان كان عندكم علاقة مع برج الكوس وانفصلتوا مع بعض بسبب السحر تفريق وبسبب المشاكل، بسبب المشاكل. دايما بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي ظلمتني واللي اكلت حقي، وانا قلبي مش مسامح ولا انا مسامحه في اي حد ظلمني من غير اي سبب. شايفه كمان يا برج الجوزاء، شايفه لك كمان يا برج الجوزاء رزق وفير جاي لك الفتره القادمه. الرزق اللي هيدخل حياتك ده يا برج الجوزاء هيغير من نفسيتك خالص، وهيعوم كده على حياتك، وان شاء الله باذن الله تلاقي اللي انت مستنيه بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بص يا برج الجوزاء، انت كان عندك علاقه مع حد، كان عندك علاقه مع حد، والعلاقه دي كانت نرجسية، كانت تعب، دخلت عليك ببعض التعب وبعض الارهاق. انت هنا دايما بتدور على راحة البال وبتدور على السعادة وبرضو مش لاقيهم، يعني مهما تروح ومهما تيجي مش لاقي راحة البال ولا السعادة في حياتك. عندك بعض العراقيل في بعض المشاريع بتاعتك، دايما مفيش استكمال في اي حاجة، وده بسبب الغدر وبسبب الخيانات والطعن اللي انت بتلاقيه. فشايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك خطوبة جديدة او زواج جديد او علاقة جديدة. ارجع اقولك تاني، برج الثور ده من الابراج اللي ظلمتكم جدا وعملت لكم بعض المشاكل. شايفة كمان ان عندكم حد هنا بينك وبينه مشكلة، والمشكلة دي دخلت المحكمة او في ورق في المحكمة هيخلص الفترة اللي جاية. وعايزاك تاخد حذرك من اخت مقربة ليك، الاخت دي مش كويسة، دايما بتفعل اي اذى في اي حاجة عشان هي اصلا ما بتحبش تشوف حد كويس. عندك ورق المحكمة ده لما هيخلص انت هتاخد الحرية، وهتلاقي مواضيعك اتحسنت، وهتلاقي عندك بعض المشاكل اتحلت بإذن الله. شايفة كمان كان عندك علاقة هنا مع برج الكوس، وبرج الكوس ده ظلمك، برج الكوس ده ظلمك، وحصل مشاكل، واتحصل سحر تفريق، سحر تفريق حصل بينك وما بينه،
حسيت من بعض العراقيل وبعض المشاكل. الوضع اليومين دول انت يا برج الجوزاء مش قادر تسيطر عليه، مش قادر تسيطر عليه. الرسالة اللي هتجيلك دي هتجيلك رسالة اعتذار، هتجيلك رسالة اعتذار. في حد عايز يكلمك بس خايف، خايف جدا منك وخايف من ردة فعلك. فكمان يا برج الجوزاء انا شايفة لك هنا انطلاقة جديدة، انطلاقة جديدة. الانطلاقة دي حاول تستغلها علشان خاطر امورك تتحسن باذن الله، والنفور اللي عندك بين وبين الشريك ده الامور هتحاول تتحسن الايام اللي جاية، وهتلاقي المواضيع بقيت حلوة جدا، وهتلاقي عكس ما انت تتخيل، هتلاقي عكس ما انت تتخيل. انت هنا اليومين دول بتحاول تثبت وجودك. مين اللي من كام يوم حصل بينك وما بينه مشكلة؟ من كام يوم حصل بينك وما بين حد مشكلة، او في حد عندك تعب، او انت تعبت انت اليومين دول يا برج الجوزاء. حسيت قلبك وجعك، حسيت ان نفسيتك تعبانة. الجوزاء من زمان جدا وهو مظلوم، وحس ان هو عنده العراقيل كتيرة جدا جدا جدا. شايفة كمان يا برج الجوزاء ان انت الفترة اللي جاية يكون عندك تقدم في شغلك او في حياتك بالكامل. انت ناوي على تغيير، والتغيير ده هتحصل عليه بفضل ربنا، بس ابعد عن الست، والست اللي هي بتحاول تأذيك من كل الطرق. طب هي مين الست دي؟ الست دي مقربة منك وانت عارفها وحاسس ان هي مش كويس. انت بالك مشغول جدا يا برج الجوزاء بوضعك، بحالك، مش عاجبك وضعك ولا عاجبك حالك، عايز تغير اي حاجة. في حاجة بدأتها وفشلت وما كملتش فيها، عايز تعمل كذا حاجة بس عندك طاقات مكتفاك، عندك بعض التعب، بعض العراقيل، عندك كمان مجهود الايام اللي جاية. المجهود ده انت هتثبته بنفسك وهتلاقي تحسين حلو جدا. شايفة كمان يا برج الجوزاء ان انت في حاجة بتحوم في حوالين رقبتك، حاجة تعباك وخنقاك ومش عارف تعمل فيها ايه. مستني حاجة من حد، مستني مساعدة من حد، مستني حد يكلمك، مستني حاجة من حد، والحد ده مردش عليك اليومين دول. ارجع اقولك تاني يا برج الجوزاء، قلبك مطعون اكتر من طعنة، لدرجة ان انت مش مستحمل اي حاجة في اي حاجة من كتر الطعن اللي انت فيه. ممكن يكون معمول لك سحر مرشوش، سحر مدفون، سحر مشروب، سحر مأكول. انت كل حاجة فيك تعبانة، حتى جسمك كله وجعك. يعني انت مش تعبان بس، انت جسمك وجع اكتر حاجة على لسانك. حسبنا الله ونعم الوكيل، انا شايفاها يمكن اكتر من 50 مرة حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بتقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلموني وكل اللي سحرولي وكل اللي اذوني. بالفعل انا دايما اقول لك قول حسبنا الله ونعم الوكيل. شايفة كمان ان عندك حمى، يعني انت بتستغفر ربنا منها. الحمى دي مش كويسة، بتسيطر على الشريك، بتطعنك، بتكرهك وبتكره اولادك، ما مش حبالك الخير ولا حبالك السعادة. وعندها حد بيزن عليها، يعني هي عندها حد بيزن عليها مخليها هي كرهاكم، زي اخت الشريك، زي السلفة اللي ما بيحبوش الخير، الناس الحقودة. شايفة كمان ان برج الجوزاء في ناس كتيرة جدا بتتجسس عليك، خلي بالك، في ناس كتيرة جدا عايزة تعرف انت بتعمل ايه، بتاكل ايه، بتشرب ايه، فاحذر يا برج الجوزاء عشان في ناس كتيرة بتتجسس عليك. عندك علاقة كانت مع برج الحوت وحصل بعض اللخبطة، بعض المشاكل، حسيت ان انت عندك بعض العراقيل. انت هنا يا برج الجوزاء مصدوم صدمة كبيرة، مصدوم صدمة كبيرة جدا. الصدمة دي مأثرة عليك بطريقة رهيبة، يعني الصدمة دي اقدر اقول ان هي صدمة عمرك، ومازال، يعني مش صدمة بس، مازال بتتصدم برضو. فلازم تحط النقط على الحروف عشان خاطر انت تعبان، انت تعبان ومش مستحمل اي مشكلة ولا مستحمل اي عراقيل في حياتك بسبب اللخبطة. دايما بتفعل مع كل الناس الصح، يعني انت بتفعل مع كل الناس الصح وزيادة، وما بتلاقيش ردة فعل، بالعكس بتلاقي خسارة كبيرة. زي ما تكون بتبقى ناوي على الفرح وما بتلاقيش غير الحزن. انا شايفة لك فرح، فانت بتجيب الحزن منين؟ بسبب السحر اللي بيتجدد. انت بس السحر لو اتفك بإذن الله الامور عندك كلها تتحسن، وهيبقى عندك انطلاقة جديدة. ابشر يا برج الجوزاء، ناوي على مشروع جديد،
ناوي على تغيير سكن، ناوي على بعض الانطلاقات، ناوي على رحلة. بس عايزة أبشرك إن أنت عندك لم شمل ورجوع، عندك لم شمل مع برج الحوت هيبقى فيه رجوع، عندك لم شمل مع كذا برج هيبقى فيه رجوع، وهيبقى القرار قرارك، هيبقى القرار قرارك، هيبقى فيه رجوع بين الجوزاء والحوت. بس يا برج الجوزاء لازم تعرف مين بيحبك ومين بيكرهك، وما تخسرش كل، ما تاخدش الذنب ده في ده. انت بس من كتر التعب اللي انت فيه والمشاكل ما بقتش تفرق ما بين ده وما بين ده، خلاص انت نفسك اتسدت، اتقفلت من اي حاجة، ما بقاش ليك نفس لاي حاجة، وده كله سببه العيون اللي عليه. فانت ما تشمتش حد فيك، لازم تحط النقط على الحروف وما تشمتش اي حد فيك. انت حاسس ان انت قرفان من كل حاجة وملكش نفس لأي حاجة. وفي حد عندك من برج الحمل، برج الحمل ده كان شخص كده متعدد العلاقات، اكتشفت خيانة، اكتشفت غدر، المهم ان انت انفصلت عنه. شايفة كمان لبرج الجوزاء عايزاه يبشر ويفرح، ان انا شايفاه له خبر حمل، شايفه له خبر حمل الفتره اللي جايه. عايزه اقول لك ان انت رغم ان انت الحزن اللي انت فيه ده، وان انت خسرت معنوياتك وخسرت حاجات كتير، رغم ان انت هيكون عندك انفراجات حلوه جدا. ايوه هيكون عندك انفراجات حلوه جدا، بس في كميه خوف. ليه؟ ليه خايف يا برج الجوزاء؟ ما انت عندك فرح وعندك انطلاقه جديده، ليه خايف؟ خايف من ايه؟ ليه دايما متضايق ومخنوق وحاسس ان انت تعبان؟ ليه ده كله رغم ان انا شايفه لك انفراجات؟ عندك رجوع، عندك امور حلوه، انت بقالك بس كام سنه بتعاني، عايز تخلص الورق اللي في المحكمه، عايز تبني حياتك، عايز تبني مستقبلك. انت يا برج الجوزاء مشكلتك ان انت متسرع وعصبي، متسرع وعصبي، دايما خلاص ما بتقدرش تستحمل. في شخص توفى عندك والشخص ده مازال بتعيط عليه، مازال بتعيط عليه. احلى حاجة فيك يا برج الجوزاء ان انت مسكت الماضي ولملمته ورميته ورا ظهرك وما بقتش تفكر فيه، كل الماضي لملمته كده ورميته ورا ظهرك. بس انت خايف من الايام اللي جاية وخايف من المستقبل جدا، حاسس ان المستقبل فيه مشاكل وفيه تعب. شايفه كمان ان انت يا برج الجوزاء هيظهر لك خلال فتره معينه خير، وهيظهر لك رزق، بس حاول تستغله وحاول ان انت تمسك فيه وما تهملش في اي حاجه. دايما بتحس بالصداع، بتحس بالتعب النفسي، بتحس ببعض المشاكل، دايما فلوسك متبخره، وده بسبب شده الحسد اللي عليك، بسبب شدة الحسد اللي عليك، اللي هم مقربين منك، اللي هم مقربين منك. شايفة كمان ان من كتر الديون اللي عليك كسرت ظهرك، الديون اللي عليك هنا كسرت ظهرك، ظهرك انحنى، ما بقتش قادر، ما بقتش مستحمل، بقيت دايما عصبي، دايما حاسس ان كل البيبان جاي عليك، فبالتالي انت كده تعبان. فما تقلقش، انت عندك ورث، عندك سلفة هتجيلك، كارد انت مقدم عليه، جمعية هتقبضها الله اعلم، بس انت هيكون عندك رزق. انت ناوي اصلا تدخل جمعية، ناوي تغير المكان، ناوي تغير عتبة ارض بيتك، ناوي تعمل بعض الامور. عندك رجوع مع برج السرطان، شايف انه هيكون رجوع عندك مع برج السرطان. دايما ابشر، علشان طول ما انت متفائل خير ربنا هيديك الخير، تفائل خير هتلاقي الخير، تتفائل شر هتلاقي شر. فانت تفائل خير يا برج الجوزاء عشان انت عندك تحسين. ارجع اقول لك تاني، السحر المرشوش ده قدام بيتك لخبط بيتك وعامل لك مشاكل، حس يعني وقت ما بيتجدد السحر بتحس ببعض التعب وبعض الارهاق. شايفه كمان ان انت دايما عندك احلام مزعجه، دايما عندك يا برج الجوزاء احلام مزعجه، في حاجات كتيره جدا بتضايقك، في حاجات كتيره جدا بتعصبك، دايما حاسس ان انت لوحدك رغم ان حواليك ناس كتيره جدا، رغم ان حواليك ناس كتيره جدا، بس انت دايما حاسس ان انت لوحدك، ان انت عايش في كوكب محدش عايش فيه. انا مش عايزاه لك كده، انا عايزاك تبشر، وعايزه اقول لك ان انت على قد العراقيل اللي في حياتك على قد الانفراجات. عندك ست كبيرة بتدعي لك،
الست دي دايما بتصلي وبتدعينا، شايفه لك كمان ان في حد بينك وما بينه فرق سن، بينك وما بينه فرق سن، الحد ده لسه عاملين مشكله مع بعض، لسه عاملين بعض التوتر. شايفه كمان ان انت عندك بعض الارهاق في موضوع معين شاغل بالك بقاله مده كبيره، في موضوع معين شاغل بالك بقاله مده كبيره لدرجه ان انت مش عارف تاخد فيه قرار ولا عارف تعمل ايه. انت كل بس اللي في حياتك عراقيل، عراقيل وصدمات وخذلان من اقرب الناس ليه. على قد الكسر اللي حصل في حياتك على قد ما انت برضو ما زلت قوي، ما زلت ان انت بتخفي ألمك، بتخفي اوجاعك، وما بتبينش لأي حد ان انت ضعيف ولا انت موجوع. في حد يعني انت يا برج الجوزاء كنت حاسس ان الشريك دايما كان قاسي عليك، ان دايما كان بيجي عليك، دايما بيقارنك بالاخرين، دايما بيقلل منك قدام الناس، وان هو مش حبك. فانا شايفه لك تحسن، وبلاش القلب الموجوع ده يا برج الجوزاء، علشان قلبك من كتر ما هو موجوع انت اتخذلت كتير من المقربين، فبلاش تكسر قلب، يعني حاول ان انت تغير من نفسك. مين الشخص اللي كان بينك وما بينه مشاكل بطريقه رهيبه؟ كان في مشاكل بينك وما بينه رهيبه، ومن كتر المشاكل والتعب اللي انت تعبته خلاص اديت ظهرك ولفيت ورجعت، لفيت ومشيت، ما بقتش عايز تقعد معاه. دايما عندك القولون المتعصب، يعني انت من كتر العصبيه جالك القولون، صداع مستمر، رغم ان انت بتحاول ان انت ما يجيلكش صداع، بتشرب ميه كتير، بتحاول ان انت تهتم بنفسك، بس برضو عندك صداع مستمر. شايفه كمان يا برج الجوزاء ان انت هنا مستني او منتظر، مستني تحرير، مستني اخبار، مستني قضية تكسبها، مستني حد يجيلك، الله اعلم. شايفه لك يا برج الجوزاء حرف الالف، حرف الالف ده حكايته حكاية في حياتك. حرف الميم ده ما شاء الله ما خلاش، حرف النون وقع عليك ظلم كبير، حرف السين اذاك، حرف الجيم كسر قلبك. شايفة كمان حرف الحاء ده انت عندك حروف ما شاء الله، ايه ده كله يا برج الجوزاء؟ الناس دي ازياك كده ليه؟ تعبك كده ليه؟ دايما بيجيلك الغدر والظلم منهم ليه؟ يعني انت على قد ما انت قلبك طيب بس برضو مصدوم، يعني انت قلبك طيب، انا معرفش الخيانات والصدم ده والصدمات دي جايالك منين. في شخص هنا يا برج الجوزاء، الشخص ده هيجيلك بعد كام يوم من شهر نوفمبر، هتلاقيه دخلك على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، رن عليك بالتليفون، المهم ان هو هيكلمك وهيقول لك انا اسف، سامحني، انا كنت غلطان في حقك، انا ظلمتك. القرار هنا هيكون قرارك، القرار هنا هيكون قرارك. بص يا برج الجوزاء، انت دايما بتدور على حد يحتويك، حد يحبك مش يستغفلك ويستغلك، شخص عامل حبيبك وصديق وهو بيستغلك وبيتكلم عليك، فانت لازم تحذر منه وتخلي بالك كويس جدا على نفسك، عشان مش كل اللي بتقول عليهم حبايب بيطلعوا حبايب. انت ما بيجيلكش الغدر والظلم غير من الناس اللي انت بتتكلم معاها بحب. احلى حاجة فيك يا برج الجوزاء ان انت دايما بتتفائل ببكرة، دايما عندك تفاؤل حلو، دايما عايش ان في امل ان ربنا اكيد هيصنع المعجزة اللي هو هتغير من حياتي. امرأة الجوزاء دايما مظلومة ودايما ملاقياش حظها مع اقرب الناس ليها. انت عارفين اللي مزعل برج الجوزاء ايه؟ ان هو لما حد بيدخل حياته بيديه. انت زعل اللي مزعلك وكاسر نفسك عمرك وايامك اللي راحت على اشخاص ما يستاهلوش ان انت بس كنت تسلم عليهم، ما يستاهلوش بس انت كنت بتسلم عليهم. زعلان على طيبتك، على حنيتك، على حبك، على فلوسك، على مالك، على كل اللي راح منك. مزعلان على نيتك الصافية دايما كانت مع الاخرين. زعلان على العشم اللي انت تعشمته وما كانش ينفع تتعشمه في ناس زي دي، ما
ما كانش ينفع تتعشم. دايما يا برج الجوزاء ان انت هيكون عندك صبر، والصبر يقين، وطول ما انت صابر كل ما انت هتتحسن ايامك وهيتحسن مستقبلك بالخير باذن الله. انت هنا رامي همومك على ربنا، ومحدش رمى همومه على ربنا وربنا خذله، محدش رمى همومه على ربنا يا برج الجوزاء واتخذل. طول ما انت رامي همومك على ربنا، طول ما انت هتلاقي الانفراجات وهتلاقي الفرحه، هتلاقي سعاده غير ما انت تتخيل. يعني لو انت مستني سعاده فهتلاقي السعاده عايمه على حياتك، وده بسبب ان انت دايما مظلوم، يعني دايما مش لاقي راحتك ولا لاقي سعادتك. فبالتالي انت الايام اللي جايه يا برج الجوزاء هتلاقي تحسن، وهتلاقي شفاء حد مريض عندك وبالك مشغول بيه. يعني في حد مريض عندك بالك مشغول بيه وزعلان. عندك مواضيع محيراك ومواضيع شغلاك، عندك سفر، عندك رجوع، عندك بعض الامور. انت دايما بتدور على الخير وتفعله. ما فيش برج الجوزاء ما يعرفش حاجه اسمها شر، ما يعرفش حاجه اسمها شر، وعمره ما رد الاساء بالاسيه. بالعكس، لو خاب ظنه فيك بيبعد عنك، ولا ان هو يكلمك، بيريح دماغه خالص. برج الجوزاء من الابراج اللي هي بتريح دماغه، بس برضو العيون مش سايباكم في حالكم. ايوه، العيون مش سايباكم في حالكم، مهما تروحوا يمين هتروحوا شمال، هي العيون وراكم وراكم. بعض الايام هيبقى عندكم مواجهه مع اشخاص انتوا بتحبوهم. وعايزه اقول لبرج الجوزاء ان انت الايام اللي جايه هيكون عندك مواجهه. المواجهه دي خلي بالك كويس جدا منها، عشان هيكون بعدها لقاء. بعد المواجهه هيكون لقاء، واللقاء ده هيكون حلو جدا، وانت هتكون مبسوط بيه جدا جدا جدا، وهتلاقي الفرحه اللي انت مستنيها. فلازم دايما تخلي بالك من نفسك كويس. بص يا برج الجوزاء، خلال 8 ايام، خلال 8 ايام في حلم انت هتحلمه، او في بشرة، او في مكالمة، او في رجوع حق. زي اللي هيحصل من بعد 8 ايام هيكون اشارة لحياتك الجديدة. انت ناوي على بداية جديدة، ناوي تغير اي حاجة في حياتك، ناوي تطلع من اللي انت فيه وتبص لنفسك شوية، وبلاش تهمل في نفسك، علشان مهما تهمل في نفسك مش هتلاقي اللي يعوضك. فانا عايز اقول لك يا برج الجوزاء ان انت ما تهملش في نفسك، بص لنفسك وبص لراحتك. راحتك، مستقبلك، سعادتك هم اهم شيء في حياتك. لو انت اهملت مش هتلاقي حد يقف جنبك. عزز نفسك علشان تلاقي اللي يعززك. دخلت في علاقات كتير مع اشخاص كتير، ما وقعش منهم غير الاذى. يعني انت ما لقيتش غير منهم الاذى. طب انت عملت معاهم ايه؟ يعني انت ما عملتش معاهم حاجه، بالعكس انت كنت معاهم كويس، كنت معاهم بتحبهم، بس هم ظلموك. ليه ظلموك؟ علشان هم اصلا صنفهم كده، هم اصلا مش حابين تشوفوا الناس مبسوطين. ارجع اقول لك تاني يا برج الجوزاء، السحر هو اللي تعبك، هو اللي دمرك، مخليك دايما خايف من كل حاجه، مخليك دايما الناس خذلاك، الناس صدماك، دايما السحر هو اللي مبوظ كل حاجه. عندك علاقه مع برج العقرب، والتوافق بينكم مش هو، دايما بتلاقوا بعض العراقيل وبعض المشاكل. ليه؟ علشان خاطر برج العقرب شكاك، برج العقرب بيشك في ضوافر رجليه، وعشان كده انت تعبان وحاسس ان انت محدش جابر بخاطرك ولا حد بيحبك. عندك انفراجات، عندك حاجه حلوه جدا الايام اللي جايه، بس دايما خلي بالك من نقطه ضعف، نقطه ضعفك، وما تعرفهاش لاي حد. وخلي بالك من اخت، من مرات اخ، من حد مش حابب لك الخير، بتلاقيه دايما عايز يوقعك بكل الطرق، عايز يطعنك بكل الطرق. خلي بالك من نفسك كويس جدا يا برج الجوزاء، علشان خاطر حياتك ما فيهاش اتنين، حياتك مرة واحدة بس. اتمنى لك الخير، وما تنساش ان انت عندك بصمة، بصمة زواج، بصمة خطوبة، ورقة هيخلص في المحكمة في صفك، فالبصمة دي هتكون من نصيبك بإذن الله.